يا الله يا معلم، دابا حنا عاود بدينا التصوار نول بار. يلا اللي عرف فين حنا قول له شابو. انا ما عمري كنت كنقول غنوصل لهنا على رجلي. دونك حنا هنايا بين طريق الرباط في الجهه فين كاين المجمع الحسني وبريكوما اكسيتيرا، و هاد الطوموبيلات هادوك اللي غادي راهما ديك فرغونيتا وهادو اللي غاديين، هادو غاديين لطريق الرباط اللي كنهضر عليها. ومنين جاو من هاد الطريق هادي كتديك لجهه اسواق السلام. هاد الطريق هادي جديده، ماشي جديده بزاف، يعني كاين اللي سبق له ما داش من هنايا ولا بون. غنهبط كنجري اي فوالا. دونك من هنايا وهذه في الخرجه ديالها ردوا البال. ما عرفتش واش كاين ستوب ولا ما كاينش. المهم وقعوا شي حوادث هنايا، بون ماشي هنايا ولكن في الاخر ديالها. وهادي لا بلاك ديال المدينه الرياضيه، فين غادي هاد الفرغونيطا وفين جاي، منين جايه هاد الفرغونيطا. اوكي، منين رجعوا من هنا ولا رجعوا من هنا؟ لا اللي عجبك انت هذا هو. يلا يلا سير يلا. بون، الطريق اللي قلت لكم توتالور هي هادي دابا. هاد السيد اللي غادي كيجري دونك يدوا فريني وخصو يتسنى. كنظن كاين ستوب، انا ما دزت منها ولكن ما عقلتش. كان ديك الساعه تقريبا اون شونتي ويلاه فتحوه، باقي ما داروش علامات التشويه. هاد الخرجه ردوا بالكم من هنا كيكونوا الحوادث. وهنا هاد السكن كيبان لي هذا باقي ما مسكونش، هاد لي بلوك. وهنايا كتشوفوا قوه القوات الويدان الحار، الواد الحار هنايا. راه حنا في الواد هنا كان دايز الواد، راه اسواق السلام هنا. هاد الجهه فين حنا راه كان دايز واد، باش الناس اللي غيسكنوا هنا يعرفوها وصافي. كاين القوات بزاف باش يسمحوا بالايفاكياسيون ديال الماء ولا، ولكن هنا اصلا اذا رجعتوا للصور القديمه تلقاو هنا كان لو باساج ديال الواد، وها الاثار ديالو باقي هنايا. بون، وجهه النظر ديالي الخاصه، انا ما مهندس، ما عندي علاقه به. انا كنعرف دونك ما غندوزوش من تراك كبيره، نزيدوه يلا زيد. انا ماشي متخصص ولكن كنعرف ان هذه توارثنا على الاجداد، ان الواد الا كان كيدوز من واحد الطريق راه واخا تجي سنوات الجفاف، ملي كتجي شي سنوات مطيره الواد كيرجع للاصل ديالو. اوكي، المهم قالها الصديق ديالي، قال لك الواد يحن الى مزرعه. واه على تعبير واعر. دونك الناس اللي غادي يشريو هنايا لتحت خصهم يكونوا كيعرفوها ولا يشوفوا الشروط ديال السلامه ولا. دونك كاين واحد المركز ديال الفحص التقني للعربات، دوزت فيه السياره مره واحده ما نعاودش نرجع. المهم انا ماشي كنطعن في هذا. واحد السيد كان تما، المعامله ديالو ما كانتش لا تليق بالكليان. ما نعرف بعض المرات هذه كتوقع لي انا دائما. الموضع اذا ما تعاملتش فيه معامله ديال المواطن واحترمني ونحترمو ما نعاودش نحط رجلي تما، الا في بعض الادارات اللي تفيا اوبليجي لان ما كاينش البديل. اجونس ديال مثلا ديال الاتصالات ولا ديال لي زوبيراتور تليفونيك اللي عندنا، شي معامله ماشي هي هذيك، كانت ديزابونا من عندهم ونعاود نبدل، عاود يخلقني لاخور نعاود. انا خص هذوك الناس بعض الاحيان كتلقى يعني الملاك ديال الشركه يمكن ماشي على علم كيفاش كيتم التعامل مع لا كليونتيل. ولكن شي مرات سانسيرمون كتدخل
السيد كيعتبرك بحال اللي جاي بحال اللي دخل له للصاله، خصك تزول الصباط، خصك ما تهضرش بزاف. وهذه الله البارح وقعت لي، عندي الحق في الاستفاده في واحد لا فونداسيون انا فيها. السيد كيفتي كيقول لك لا ما عندكش الحق تستافد من دو زابونمون. كيفاش ما عنديش الحق؟ انا غادي نرجع للكونترا اللي كتربطني مع هاد لا فونداسيون، وغادي نشوف شنو اللي من حقي وشنو من. كنقول له اعطيني شي حاجه كتبت يعني كتاكد هاد الكلام ديالك. انت فيك الفهامات الا هضرتي على حقك تسمى فهيمي. احنا غادي نشوفوا ورقه وستيلو، السميه ديالك خديتها، لاجونس معروفه، ونبلغوا الرؤساء ديالك الى تهلاو فيك نبهوك، واخا ما نبهوكش الا كاين حتى مشكل نعاود نبدلوه، نبدلو ديك لاجونس. اي فوالا. دونك قلت هاد الفيزيت تكنيك معامله ما كانتش معامله، كانت غير لائقه. انا نقول لكم لا بتيت استوار وانتم حكموا. قلت غنوض شويه بكري، نط مع السبعه، جيت لهنايا لقيت الصف. قال لي واحد السيد عنده طاكسي، قال لي انا راه بايت هنايا. قلت له علاش؟ بزاف هذا ارهاب كيتسمى، كيفاش نبات في الزنقه؟ علاش؟ باش نجي نعطي الفلوس باش يقول لي الطونوبيل راه ابط باش ترولي. قلت هذا الشيء ماشي معقول. وقال لي راه هذا واحد كيقول لك انا جيت مع الفجر، واحد الله يا ودي علاش؟ انا غنجي نعطي الفلوس. انا السياره في عمرها 6 سنين يعني باقا جديده بريسك بيان سور. الو مشيت عندك السيد، قلت له شكون اللي هنا داخل لك؟ راه هو فين هو؟ مشيت عنده، السلام عليكم. وعليكم السلام. ما عليكم السلام كيقولها ما كيشوفش حتى فيك الاولى. احنا كنعرفوا، كيقول لك اذا حييتم فردوا بافضل منها. قلت له الله يخليك كذا كذا، قال لي تسالها والنماري، ما خلانيش نكمل. قلت له واخا سي بون ماشي مشكل، اعطيني النمره الغدا. قال لي لا، حتى الغدا كيكون العساس هنايا، وخذهم من خذهم عند العساس. بلاتي الله يخليك، واش انا العساس ما كتربطني به حتى انتم كتقدموا هذه الخدمه؟ قال لي لا هادشي اللي عندنا. وانا لا ادعو الى ما هذه الممارسات اللي كندير بعض المرات كنعتبرها يمكن غير مناسبه. بعض المرات كنكون شويه ربما كنكون حتى انا كنتجاوز الحدود، لان هذاك الطرف اللي معاك استفزك. ما معنى سير عند العساس تاخذ النمره؟ يعني هذاك العساس اللي كتسول هذوك الناس كيقول لك لا عطيه 50 درهم يدبر لك على واحنا واه كنحاربوا الفساد. هذا داك الفساد ستيتو هذا، راه هكا كنترباو. واخا ديماري الطونوبيل، درت من الجهه الاخرى منين كيخرجوا الناس، رجعت الطونوبيل مارش اريير ودخلت فين كيديروا الفيزيت. قلت له ما غادي يخرج شي من هنا، تعطيني النمره ولا عيط لي الشرطه. انا باغي محضر هادشي اللي كتقول، خصني باش ندافع على حقي خصني محضر. انت هاد جا واحد السيد صاحبو صافي الشريف كذا هذا، المهم جاب النمره، ما عرفت وقيت عاق النمره 5 ولا النمره، عطاني النمره. دونك خرج في حالي، خرج ما لا غدا ولدي هو اللي جاب السياره لهنا، لان انا قلت الا جيت عاود غادي نفعل وكذا، وقسمت يمينا عمري ما نحط رجلي تما. وانا جبتها، وهادي سا غومونت دي زاني، يعني قبل الكوفيد يمكن شي 4 سنين ولا 5 سنين. يمكن دابا تبدلت الامور، يمكن انا هادي كنعاودها في اطار واحد الحادثه وقعت لي. علاش كنعذبوا بعضياتنا؟ علاش جيت عندكم الروجيت كنسجل فيه كذا، وكناخذ واحد الرقم ديالي ونمشي بحالي، ملي وصلني الوقت غادي نجي.
دابا الشرطه مثلا فانا نقص من هذا الشرطه. الشرطه كنت غنجدد البطاقه التعريف الوطنيه. عرفتي راه واحد الفرحه فرحت ملي لقيت بانني اترافير انترنت بون هنايا الناس مساكن اللي ما كيعرفوش يتعاملوا هذا بون يمشيو لي سيبر وهذا مي ولكن واخا رابحي هذيك ديك لانسيتاسيون للرشوه وداك داك المرض شحال ما السيركوي كان فيه المتدخلين بزاف ما الامور كتولي فاسده هذه بلا شديت رونديفو ملي وصل الرونديفو ديالي جيت يمكن شي 20 مينوت قبل وصلت قال لي الشرطي اللي تما قال لي لا سيدي باقي لك قال لي ضرب شي دويره ورجع مشيت وانا مرتاح انا قلت ما نعرف غادي نجي وعاود خصك تسنى وكذا جيت في بس واحد ربع ساعه ولا شي حاجه رجعت تفضل مشيت طق طق لا كارطة اللي كنهضر عليها هي في جيبي هذه دابا شي 2 ولا 3 اخر انا ما كنهضرش على لا بيريود الكوفيد لا بيريود الكوفيد وقع لي دائما كيوقعوا لي المشاكل مع السيكوريتي اللي كانوا عاطينهم ديك الصلاحيه لانهم يخليكش تدخل الا ما عندكش اللقاح قال لي عاود الصداع في هذه في اش كيسميوها دار الضريبه احتاجوا الشرطه جاو الشرطه فكوه وريتهم عندي اللقاح ولكن هذاك السيد ما نوريهش اللقاح هذاك السيد اش كيتسمى ماشي رجل امن هذاك اش غنسميوه حارس امن هذاك الا شي واحد حمق مقتل بغى يدخل الاداره ولا ناض شي سكوندال تما دونك يدخلوا على ما يجيو الشرطه هي اللي عندها الحق انها تطلب منك هذه هي المؤهله ما واحد اخر ما عندوش الحق تا ولينا دخل سوبر مارشي كيولي ما انا ما لا اقلل ولا احتقر ما كنقلش من قيمه دوك الناس ولكن عطاوهم مهام ديالهم في الحقيقه كتفوق المؤهلات ديالهم ما كيعرفوش بعض المرات كيخسر معك الهضره والنيفو ديالهم اللونغاج ديالو خايب يعني كيبدا معك تخسر الهضره وحنا شرفنا ما شبعنا تخسر الهضره تمرمدوا علينا شحال هادي الى طون على الاقل قبل ما نغادروا هذا ياك نعيشوا بكرامتنا المهم انا كندي معكم للغا حنا في اطار واحد الخرجه انا والصديق ديالي كنديروها مره انا سانسيرمون انا عندي 10 كيلومتر بار جو وماشي كنقولها كنقول ما حد ربي عاطيني هذه القدره والامكانيه انني ما نزلش على 10 كيلومتر يوميا دونك 10 للفوق مره 16 مره 20 مره 24 وهنا كنوجه تحيه للجروب ديال ابن بطوطه و جميع الافراد ديال مشاة ابن بطوطه انا عندي شي ظرف خاص في الحقيقه داكشي علاش ما كنقدرش نغيب على الدار بزاف اوكي رانا عارف وعارف السي رشيد الله يكثر خيره داير افطار جماعي وحتى المساهمه ديالي انا ما عرفتش لمن نعطيها نتصل بالسي حسن ونشوف باش نبقاو دائما مع لو جروب وملي كتابوا وتولي الامكانيه متاحه انا معكم عاود ان شاء الله قلت هذه القضيه ديال المشي فيها شفاء من جميع الامراض فيها هانتوما شوفوا شحال وانا كنهضر وكنتمشى وما عنديش مشكل
وعركان، والطبيب ما غادي نشوفوش ان شاء الله. ناري الاطباء ما يحملونيش. لان الاغلبيه الطبيب كيقول لك تمشى 20 دقيقه، نصف ساعه، لا ما كافياش السي الطبيب 20 دقيقه ابين غتبغي تعرق، لا خاص ترونسبيري، السموم اللي في الدات ديالك كامله خاصها تخرج، ماشي كامله، مي ملي كتعرق ديك الاملاح وداك كيوقع واحد اللي كيلير بحال النوم. اذا انا عندي ثلاثه د الحويجات هذه، لا كلينيك اللي وريتكم في واحد لا فيديو من قبل، هي هادو الطابلو ديالها باقا ما تشناتش. انا غادي نطلب من ربي في هذا النهار لهلا يوصلني ليها، ولكن خاصها تكون، لان بعض الاحيان كما كيقولوا شر لا بد منه. ندخلوا متى يمكن. وي الصديق اللي معايا نبهني لواحد، كان قال لي قبيله لان من الجهه الاخرى منين دزنا وضربنا دوره المدينه الرياضيه، هذه القاعه المغطاه الاولى اللي كاينه في زياتن هي هذه. الصديق ديالي كان تصاب بالكوفيد الى جانب، ما كنظنش ان شي اسره ما دازهاش الكوفيد، كلشي انا ولدي دوز ثلاثه الكوفيدات كاع لي فيرسيون 1.0 2.0 3.0 الله يحد الباس. دونك دخل لهنايا، كنت اول مره دخلتي للقاعه، اول مره دخل القاعه ملي دخل قال لي لقيتها عامره لغرادام، عامر بالبوبليكو، ولكن البوبليكو كامل مدعدع، كلشي كيتسنى النوبه ديالو. هي هذه القاعه المغطاه، ولكن لونتري كانت من الجهه الاخرى. هنا الكلوروكين، وهو من الناس اللي استهلكوا الكلوروكين، ها هو كيتمشى معايا، دونك راه ما دارلو والو. غراسياس اديوس. ولكن اللقطة فعلا كتدخل كيتحرك شي ماتش، التيران لتحت خاوي، والكرادا عامرين بالناس مصابين بالكوفيد، يعني واحد دو زون دازت علينا، كل شيء سفرة فيها كل شيء. وكنا كنقولوا محال واش نرجعوا للحياة الطبيعية ديالنا، ودابا الحمد لله. واللي بغى يتأكد بأنه ما بقاش، وقيلا ما بقاش لي تراس ديال الكوفيد، يمشي للمصلى، المصلى في مدينة طنجة، كاين واحد الشارع، بون داك ما نقولو الشارع لأنه هي زنقة في الحقيقة، ولكن في لو طون ديالها كانت هي الممر الرئيسي. أنا سبق لي كنت كنهبط بالطونوبيل من تما، شي واحد ما غيتيقش هذاك شغله. انا كنت ساكن قريب في لاله شافيه، وكنت كنهبط من تما كنخلي السياره لتحت، كتكونكتي مع بولفارد باري، مشارع ميكسي كتدخل، هي من جهه الفارماسي راس المصلى، كانت سينما كما يسابيل سينما لوكس، دابا راه ولات تما قيساريه. كنت كنهبط من تما حتى كنخرج في بولفارد باري لتحت، حدا الماكينات بوني ولا اش كيسميو ديك الجهه. انا سوي با طونجيروا، شي وحدين كيقول لك لاكسون ديالك عروبي عاد شويه كنت كنهضر مع الصديق ديالي، انا في 85 بديت كنخدم هنايا، 79 جيت، ولكن 85 بديت كنشتغل بشكل رسمي هنايا. عمر ديك كلمه عروبي ما اثرت فيا، علاش؟ لان كنعتبر هاد شنسميوه هاد الريجيوناليزم او الجهويه، هذا تطواني، هذا طنجاوي، هذا عريشي، هذا كذا، مكناسي، يمكن شوفينيه، ما كل واحد كيتشبت بداك هادي النزعه ديال الانسان المتخلف. لا بصح انا كنقول انا افتخر بهذه المدينه،
مشيت لورزازات غنعتز بانني مورزازات. اما البطاقه الوطنيه راه ما مكتوب فيها لا كناسي لا فاسي لا رباطي لا. دابا حتى ديك الوظيفه اللي كانوا من قبل كيديروها زولوها دونك. وتصور دابا البطاقه مكتوب فيها وزير وغتمشي لشي اداره وحده دي وحده فيها عاطل ولا بدون ولا بدون 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 هذا مكان. المهم طنجة مدينة رائعة ولكن هذا العام هذا العام غنوصي الناس اللي غادي يجيو لها يجيبوا الفلوس بزاف غالية غالية غالية. وإلا ما عندكش فلوس والله إلا غتجي هنا غتعذب وثيق بيا. يمكن غلاء المعيشة في المغرب كامل ولكن سيرتو في سيرتو هنايا لأن كنمشي لبعض المدن الأخرى نيفو دو في غير تيطوان إذا قارنتيها مع طنجة. ولكن تيطوان واحد المسألة في مارتين في الصيف كيعاودوا لي الخبزة كدير 5 دراهم اللي كانت كدير 2 دراهم في العشية راه ما تلقاش الخبز. كتدور بعشرة المرات الساكنة ديالنا الساكنة فواديس والصديق ديالي لي كونيسور ديك المنطقة لأنه ابن سوا ديزون ديال كيعرف مزيان ديك المنطقة. اوكي احنا هنا غادي نخليكم حدا بيت الصحافة هالأمن اللي كنا كنهضروا عليهم لا ذو قوة المساعدة بيت الصحافة اللي تكون شي اكتيفيتي ان شاء الله نقلها لكم هنا ميزون دو لابريس. يلا ماشي غزامي هاد الناس اللي كيدوزوا من هنا قصوا شويه صاحبي من السرعه راه شحال ديال الارواح مشات هنا في هاد الطريق هادي نقصوا غالونتيسي